أول ما بديت في مجال الآرسي محا شجعني على هذه الهواية. جتني التعليقات من أقرب الناس لي: أنت ما تفهم في هذا المجال، وهذه هي خسارة فلوس، وهذه هواية متعبة. بعد 3 سنوات اجتهدت اجتهاد شخصي وسويت بطولتين. رسالتي: اللي يريد يتعلم هواية جديدة لا تخاف من انتقادات الناس، ترى الخبير صار خبير لأنه سوى كل الأخطاء وتعلم كيف يتفاداها. لا تخاف، ابدأ واخطأ وتعلم من خطاك لين توصل اللي تتمناه.